تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة الشروق. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الأحد برقية تعزية ومواساة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دان فيها التفجير الإرهابي الذي وقع في ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول التركية أمس الأحد، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين وإصابة آخرين. وتقدم البرهان في برقية بأحر التعازي للرئيس التركي والحكومة التركية ولأسر الضحايا، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وأعرب عن مواساة السودان حكومة وشعبا للشعب التركي الشقيق، مؤكدا وقوف السودان بجانب تركيا في مواجهة التهديدات الإرهابية. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالية ياسر العطا بالقصر الجمهوري الأحد السفير البريطاني لدى السودان السفير جايلز ليفر، وتطرق اللقاء لمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا السياسية التي تشهدها الفترة الانتقالية بالسودان. أمن اللقاء على ضرورة مواصلة استئناف الحوار بين البلدين، واتفقا على أهمية دعم العملية الانتقالية استمرار الحوار السياسي وصولاً إلى حكومة انتقالية تمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية. وعبر الجانبان عن تفاؤلهما حول مسيرة العملية السياسية وأهمية خلق توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة تنهض بالقيام بمسؤوليات الفترة الانتقالية. يفتتح وزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشرى وعدد من المسؤولين والمختصين في المجال في 6 من مساء اليوم الاثنين بأرض المعارض ببري معرض السودان الزراعي التقني بدورته 3 والذي تنظمه الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة تحت إشراف وزارة الزراعة والغابات. وقال مدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في تصريح صحفي إن المعرض الزراعي يهدف إلى عرض آخر التطورات التكنولوجية والمنتجات والآلات والحلول المستحدثة في هذا القطاع، وأضاف أن المعرض ينظم تحت رعاية وزارة الزراعة، ويعكس اهتمام ورعاية الوزارة لهذا القطاع لتحقيق تطوير بعيد المدى والمواكبة نحو التميز ومطابقة المعايير الدولية والنهوض بالزراعة وفقا للمستجدات الدولية، مشيرا أنه معرض متخصص يخدم رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار الزراعي داخليا وخارجيا، كذلك المستهلك، وهو يشمل كل القطاعات الزراعية وأحدث ما توصلت إليه التقنية الزراعية. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالية الطاهر أبو بكر حجر بالقصر الجمهوري الأحد وفد لجنة تنمية محلية غبيش بولاية غرب كردفان، واطلع على الجهود الحكومية والشعبية للنهوض بالوضع الاقتصادي والتنموي بالمحلية. أمن عضو مجلس السيادة على ضرورة توحيد الجهود تحقيق التنمية المنشودة، مرحبا بمبادرة الوفد لعقد اجتماعات مشتركة مع الجهات ذات الصلة بالمركز من أجل تحقيق التنمية المستدامة. انطلقت الأحد بولاية القضارف فعاليات الملتقى الثاني لأمناء الزكاة بالقطاع الشرقي بحضور ممثل والي القضارف توفيق محمد علي. خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية أشاد ممثل والي القضارف توفيق محمد علي بالأدوار الكبيرة والمقدرة للزكاة على مستوى السوداني في الحد من الفقر وتقديم المشروعات التي أسهمت في إخراج العديد من الأسر من دائرة الفقر إلى الكفاية، وأشار إلى البعد الأخلاقي والديني للزكاة، وحث المكلفين على إخراج الزكاة ابتغاء لمرضاة الله، مؤكدا تطور الزكاة في السودان وامتداد تجربتها للعديد من الدول العربية والإسلامية. استعرض عددا من المشروعات التي تم تنفيذها بالولاية في العديد من المجالات. قام والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله بزيارة تفقدية الأحد لمستشفى ربك التعليمي للوقوف على سير العمل بمؤسسات الوزارة. استمع الوالي إلى تقرير مفصل من وزير الصحة المكلف عز الدين حسين علوان عن مجمل الأوضاع الصحية بالولاية،
والترتيبات الخاصة لمجابهة وباء حمى الضنك، ووجه الوالي بمضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لإنسان الولاية والعمل على توطين العلاج داخل الولاية، مناشداً وزارة الصحة الاتحادية بتوفير الدعم اللازم للحد من انتشار وباء حمى الضنك. ومن جانبه استعرض الوزير جهود الوزارة في وضع التحوطات اللازمة للحد من انتشار حمى الضنك بمحلية تندلتي. دشنت محلية أم درمان الحملة الولائية للإصحاح البيئي بمدرستي الأميرية المتوسطة بنين ووادي سيدنا الثانوية بنين بأم درمان، والتي تأتي تحت شعار بيئتي مسؤوليتي، بحضور مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية محلية أم درمان ممثل المدير التنفيذي للمحلية موسى بابكر. ووجه مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية ممثل المدير التنفيذي للمحلية بالاهتمام بإصحاح البيئة، المصهر العام، وإزالة الأنقاض والأتربة من الطريق، النظافة العامة للأسواق والمرافق التجارية والخدمية، فضلاً عن التأكد من إنفاذ الاشتراطات الصحية تعزيز الصحة وصحة البيئة على مستوى المدارس. وأوضح أن الحملة ستتواصل لتغطية القطاعات المختلفة بالمحلية وفقاً لجدولها الذي يمتد من 9 حتى 23 من نوفمبر الجاري بإشراف الإدارة العامة للأنشطة المدرسية. نهاية الموجز، دمتم دائماً بخير وعافية. لمتابعة الموجز تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك وقناة اليوتيوب وكذلك تويتر. في أمان الله.